فضل الله واسع. نعم كاين جانب الأخذ بالأسباب، طلب العلم والحفظ والتحصيل، كاين جانب رباني، الفتح المبين من رب العالمين، لا بد للمسلم لا يغفله ولا ينساه. التوكل هو هذا. ما التوكل؟ فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة. محمد رحمه الله. توكل، حقيقة التوكل مباشرة الأسباب مع شهود رب الأرباب سبحانه وتعالى. نعم تطلب وتحفظ وتكرر، كاين شيء رباني. لا تنسى أن تعلق قلبك بالله وأن تكثر من الدعاء، يفتح الله عليك بالفتوح العظيمة. كان ذكرت لكم أبيات محمد المامي رحمة الله عليه ليعقوب، كان يقول: وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انخرام العادي بالعسي. أنت تعامل رب العالمين، مش تعامل إنسان يقدر، الله على كل شيء قدير. قال له: وإن سألتك ما العادات تمنعه. العادة تمنع في العادة من إنسان يصير عالم وبدأ طلب العلم كبير، هذا ليس غالبا من الناس، من طلب العلم كبير وصار عالما ليس في العالم. ولا واحد كبير جدا، ولا مثلا إنسان من شأن العادة تقتضي أن الإنسان يطلب العلم في مدة معينة، لكن فضل الله فلا يقال لفضل الله إلا بكم. فضل الله لا يحيط به إنسان. فقال له: وإن سألتك ما العادات تمنعه فما عليك انخرام العادي بالعسر. كان ابن بونا ببادي أمره حجرا فصار في الحفظ منسوبا إلى حجر. اختار ابن بونا رحمة الله عليه محدث النهضة العلمية الكبيرة في بلاد الشنقيط، قالوا كان ذهنه كالحجر لا يحفظ وهو صغير، وكان يحاول ويتعب ولا يحفظ، لكن كان متنسكا عابدا. ففتح عليه بالفتوح العظيم، فتح الله عليه وخلد الله ذكره في قومه، وصارت كتبه مطاورة، والجميل أجو بالثناء عليه وإلى آخره، وتخرج به علماء وتخرج بتلاميذه علماء، وهكذا. فالإنسان دائما يشهد ولا يشهد هذا المعنى الرباني. نعم هناك جانب الأخذ بالأسباب يأخذ الإنسان به، لكن هناك جانب ليس فيه بينك وبين الله حجاب، فانكسر بين يدي الله تعالى، ونسأل الله من فضله.